السلام عليكم، معاكم أحمد عادل، ومع بعض نكمل طريقنا في دراسة هندسة الري والصرف للمهندسين المدني. النهاردة المحاضرة الثالثة، واللي حابب يراجع المحاضرة الأولى والثانية هيلاقيهم في القناة بتاعتنا. هنتطرق النهاردة لموضوع علاقة المية والتربة بالنبات فيما يتعلق بعملية امتصاص النبات للمية من خلال الجذور. عندنا مصطلحين هم أهم مصطلحين في هذا الأمر، هم الووتر كونتنت والووتر بوتنشال. أما الووتر كونتنت فهو محتوى المية اللي موجود في التربة، وده معرفته وتقديره هو الأساس في تحديد كمية الري. المصطلح التاني اللي معانا هو الووتر بوتنشال، وبيترجم جهد المية أو الجهد المائي. هنشوف إن هو عبارة عن مصطلح بيستخدم لمعرفة مدى سهولة إن النبات يحصل على المية، وده من خلال تقدير مثلا الجهد اللي النبات المفروض يبذله لامتصاص المية، أو بمعنى آخر هو كمية الطاقة الكامنة اللي موجودة في المية واللي بتسهل انتقاله إلى داخل النبات. لو حبينا نبص بشيء من التفصيل على الووتر كونتنت هنلاقي ان هو وسيله لقياس كميه الميه اللي موجوده في التربه، والقياس هنا بيكون يا اما بمقدار الحجم او بالوزن، بمعنى حجم الميه اللي موجود في التربه قد ايه او وزن الميه اللي موجود في التربه قد ايه. لو نعرف ان في ماده السويل ميكانيكس احنا عندنا في المعمل في تجربه يعني او قياس شهير ان هو عايزين نعرف محتوى المياه اللي في التربه، بيبقى هنا عن طريق ان احنا بنجيب عينه من التربه على الوضع الحالي اللي هي فيه اللي احنا عايزين نعرف محتوى المياه بتاعه، وبنحطها في الفرن عند درجه حراره عاليه اللي هي 105 ونسيبها لحتى تجف تماما، وبنحسب فرق الوزن ما بين ساعه لما خدناها من الفيلد وساعه لما طلعت من الفرن. بيبقى الفرق في الوزن في الحاله دي هو كميه المياه اللي كانت موجوده في التربه. هنا احنا بنتكلم على الوزن، يعني بنقيس وزن. قياس الوزن اسهل بكتير من قياس الحجم، لان التربه طبعا ميكس كبير جدا ما بين السوليد بارتيكلز بتاعت التربه وبين الميه وبين الهواء وبين الاورجانيك ماترز، فقياس الوزن اسهل يعني. فبيعبر عن الووتر كونتنت يا اما لو هنتكلم على الوزن فبتبقى مثلا كيلو جرام ميه بالنسبه لكيلو جرام من التربه الجافه. تمام. على البديل الاخر ان احنا بنعبر عن الووتر كونتنت بيبقى بمقياس الحجم. في الحالة دي بنقول محتوى المية في التربة بيبقى عبارة عن حجم المية اللي موجود في التربة بالنسبة لحجم التربة الإجمالي. فلو بنتكلم على الوزن بتبقى التربة جافة، أما لو بنتكلم على الحجم بيبقى الحجم الإجمالي، وطبعا بتبقى اليونت بتاعته متر مكعب على متر مكعب، متر مكعب مية إلى متر مكعب تربة بلك، يعني تربة على بعضها. وطبعا في الحالة يعني السبب ان احنا قلنا واحدة تربة جافة واحدة تربة اجمالية هو التسهيل. التربة الجافة سهل معرفتها، احنا لسه قايلين مثلا بالفرن، او هي بقت ارقام ستاندرد موجودة في البوكس بالفعل يعني على حسب نوع التربة. وبالنسبة للبديل التاني اللي هو حجم، ده طبعا بالنسبة لعملية الري من الاسهل جدا انك تعبر عن الووتر كونتنت بالمية بالحجم لو انت هتتكلم على الري. ليه؟ انت بتبقى عارف الدايمنشنز بتاعت التشانل بتاعتك، فبتبقى عارف حجم المية اللي فيها قد ايه اللي تقدر توصله للارض، بتبقى معارف الديسشارج اللي ماشي في البايب لو انت بتتكلم على ري مثلا بالرش او ري بالتنقيط. بمعنى ان التعبير عن الووتر كونتنت في حالة الوزن ليه منافع وفي حالة الفوليوم ليه منافع اخرى. المصطلح التاني اللي معانا هو الووتر بوتنشال اللي احنا قلنا عليه الجهد المائي. علشان نفهمه تعالوا نفهم كلمة بوتنشال الأول. بوتنشال هي أحد المصطلحات الفيزيائية اللي بتستخدم لوصف الطاقة، ففي عندنا ما يسمى بالبوتنشال إنرجي. البوتنشال إنرجي لأي مادة في الفيزياء هي كمية الطاقة الكامنة في المادة ديت نتيجة الوضع الراهن أو الحالي ليها. بمعنى إحنا ما بنتكلمش هنا على جسم متحرك، نتكلم في جسم في حالة السكون. الشكل اللي قدامنا هنا هتلاقي عندنا راجل مثلا بيرمي بسهم. في الحالة ديت احنا
الراجل كل اللي بيعمله ان هو بيترك الخيط بتاع القوس، فالسهم بينطلق. معنى انطلاق السهم ان هو حصل على كمية طاقة تكفي ان هو ينطلق. طب الطاقة دي جت منين؟ الرجل ساكن والقوس ساكن. الحقيقة السهم حصل على الطاقة دي من التوتر او الشد المعرض ليه الوتر بتاع القوس. اذا الوتر ده حتى وهو ساكت كده ما بيتحركش، في كمية طاقة فيه نتيجة تغيير الوضع بتاعه من ان هو كان ستريت الى ان هو بقى بهذا الشكل. شكل اخر من اشكال البوتنشال انرجي اللي هو احنا عارفينه بطاقة الوضع، ان احنا لو جبنا مثلا ادي شاكوش هنا ورفعناه لفوق ديستانس ما، مجرد يعني انا في الحاله دي لو تركت الشاكوش من ايدي هينزل ويخبط المسمار ويحقق بعض الازاحه ليه ان هو يخش في الخشبه، حتى لو انا ما خبطتوش بطاقه بحركه يعني. اذا في طاقه هنا كامنه في الشاكوش انتقلت الى المسمار نتيجه السقوط ده. دول اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو البوتنشال انرجي في كمصطلح فيزيائي. نفس الكلمة خدناها في تاخدت في هندسة الري اللي هي الووتر بوتنشال، الجهد المائي أو الطاقة الكامنة في المية. ودي بيعبر عنها يعني بالنسبة للووتر، بيور ووتر. الحرق اللي بنتكلم عنه هنا برضو احنا بنتكلم على يعني المصطلح بتاع الووتر بوتنشال ده بيستخدم للتعبير عن قابلية المية للحركة من مكان لآخر. احنا هنا مش بنتكلم ان المية مدفوعة مثلا بان هي بتنحدر من خلال نهر او يعني او كده او طولمبة او كده، لا بنتكلم حتى المية وهي ساكنة جوه التربة بتتجه انها تتحرك من مكان لآخر نتيجة فرق طاقة. عايزين نشوف مع بعض ازاي ده يحصل او نفهم الظاهرة ديت، لأن هي دي الأساس اللي بتخلي المية تتحرك من التربة وتدخل في جذور النبات وبعدين تتحرك جوه النبات وتطلع. ممكن لو شجرة احنا بنتكلم هترتفع أمتار فوق، يعني معنى ارتفاعها إن في طاقة حصلت عليها المية أو كانت كامنة في المية، الطاقة دي استخدمت لتحريك جزيئات المية من التربة إلى الجذور إلى الساق النبات طبعا واتجاه رأسي إلى أعلى يعني. فممكن نشوف هنا الديفينيشن، هنا بيقول لك ان البوتنشال انرجي اوف ووتر لكل وحده حجوم بالنسبه الى البيور ووتر. ليه هو بينسبها للبيور ووتر؟ لان احنا في عمليه الري يعني في حاجه مهمه جدا، ان في حاجه اسمها السوليوشن ووتر. الميه لما بتتحط في التربه اللي هي ميه الري بتبتدي يذوب فيها الاملاح اللي هي موجوده في التربه او في الاسمده او في غيره، فما بتبقاش الميه بيور. فاحنا كنا محتاجين شيء ريفرنس ننسب ليه البوتنشال دي. يعني احنا عايز زي ما دايما يعني مثلا بيستخدم في الجداول يقول لك الميه عند درجه حراره 4، ده في جداول الفيزياء يعني، لان انت دايما انت محتاج ريفرنس تقيس ليه البوتنشال انرجي، بمعنى ان كميه الطاقه اللي موجوده في نفس حجم الميه بتختلف تبعا ليه خصائص السوليوشن او المحلول اللي هي بتتاثر بنوع التربه او لو في يعني جذور نبات او حاجات اورجانيك. فنقدر نقول هنا احد الديفينيشنز بتاع الووتر بوتنشال، ذا بوتنشال انرجي اوف ووتر، الطاقه الكامنه او طاقه الوضع او طاقه كامنه في الميه لكل وحده حجوم بالنسبه الى البيور ووتر. وبتعريف اخر ان الووتر بوتنشال هو يعني التندنسي او ميل الميه او سعي الميه او توجه الميه لانها تتحرك من مكان لاخر نتيجه، وبعدين بص عدد من الحاجات هنا، الاوزيموس او الجرافيتي او الميكانيكال بريجر او الماتريكس اللي هو يعني الخاصيه الشعريه. طبعا كلمه او هنا معناها يعني بالاضافه الى كمان، يعني الاربع عناصر دول مع بعض بيكسبوا الميه رغبة واتجاه إنها تتحرك من مكان لمكان سواء جوه التربة من مكان لمكان أو من التربة إلى داخل جذور النبات أو حتى داخل النبات نفسه من جزء لجزء. التوتال ووتر بوتنشال إجمالي الطاقة اللي بنتكلم عنها دي جوه النبات
بتيجي من أربع يعني عناصر بيشكلوا مكونات هذه الطاقة. أول حاجة طاقة نتيجة التركيب أو المصفوفة بتاعة التربة. يعني إحنا عارفين طبعا الخاصية الشعرية اللي هي لما تكون حبيبات التربة بينها وبين بعض فراغات ضيقة عند مقياس ما وبشكل ترتيب حبيبات معين، بتكون الفراغات بتاخد شكل أنبوبي، ده بيساعد المية إنها ترتفع عكس اتجاه الجاذبية. ارتفاع المية عكس اتجاه الجاذبية ده بالتأكيد بيعني إنها عندها طاقة لمقاومة قوة الجاذبية. السبب التاني أو المصدر التاني اللي بيكسب المية طاقة هو الطاقة الناتجة عن الجرافيتيشنال فيلد، الجاذبية. وممكن هنا يعني نقول إن هي المنسوب، يعني المية اللي منسوبها عالي، يعني المية اللي على وش الأرض بتتجه إنها تنزل، المية اللي تبقى يعني تنزل لتحت، يعني نتيجة إيه؟ نتيجة هي مكتسبة طاقة، طاقة وضع، طاقة الوضع دي بتساعدها على الحركة. في المصدر الثالث للطاقة اللي السولفيد سولز، هنشوف مع بعض ان وجود نسبة من الاملاح في المية، بس يعني رغم ان ده تغيير كيميائي في خصائص المية الا انه بيسبب حركة movement للووتر من مكان للووتر بارتكلز من مكان لمكان. طبعا احنا هنا مش بنتكلم على حركة كبيرة، مش بنتكلم على انتقال مية جوه ترعة، لا احنا بنتكلم برضو على حركة محدودة. احنا كل اللي عايزينه هنا او كل اللي بندرسه حركة مية بالفعل موجودة قريب من جذور النبات، إنها تتحرك مسافة يعني مش ضخمة وصولا إلى جذور النبات ثم إلى داخل النبات. رابع مصدر للطاقة هو الطاقة الناتجة من external pressure، يعني إذا كان في مصدر لضغط المية من الخارج، يعني مثلا زي عمود مية بيضغط وزنه أو كده. الأربع مكونات دول مع بعض بيتجمعوا بيشكلوا لنا ما يسمى بالتوتال ووتر بوتنشال انرجي، وبتسمى اختصارا الووتر بوتنشال. في السلايد هنا معانا يعني بنلخص اللي قلناه وبنكتبه بالعربي عشان يعني نسهل علينا، فهتلاقي ان التوتال ووتر بوتنشال هي ده ممكن نعتبره مقياس لاجمالي الطاقه الكامنه في ميه التربه، والطاقه الكامنه برضو بتسمى الجهد المائي. أهميته ليه بندرسه؟ بندرسه عشان هو بيقدر لين أو بنعرف من خلاله سهولة حصول النبات على المية. يعني بنعرف منه هل النبات محتاج يبذل طاقة كبيرة عشان يحصل على المية، فساعتها نتوقع إن مش هيتيسر ليه حصول على كل المية اللي هو عايزها، أو هنلاقي ممكن نلاقي لأ، يعني إن المية بمنتهى السهولة تخش جوه النبات، فبالتالي نتوقع إن عملية الري هتتم على أفضل ما نتمنى. القاعدة بشكل عام إن المية تتحرك من محلول عالي الجهد إلى محلول منخفض الجهد، زي أي حاجة، يعني أي عملية حركة في الدنيا بتحصل من هاي إلى لو، سواء بقى من هاي إليفيجن إلى لو إليفيجن أو من هاي أي حاجة إلى لو. بشكل عام التربة بيكون الجهد كله بالنيجاتيف، اللي هو ممكن يكون ساكشن يعني أو كده. تمام؟ وزي ما قلنا إن المية بتتحرك من المنطقة اللي فيها جهد عالي أو طاقة كامنة عالية إلى منطقة فيها الطاقة الكامنة منخفضة، وده زي أي حاجة إحنا متوقعينها. قلنا إن التربة بشكل عام تحتيها بتبقى المية كلها بطاقة سالبة أو بجهد سالب، فلما المية بتتحرك هنا مش بتتحرك من مثلا من بوزيتيف إلى بوزيتيف أقل أو من بوزيتيف لنيجاتيف، هي بتتحرك من نيجاتيف إلى نيجاتيف أقل منه.
المعادله اللي قدامنا دي هي معادله التوتال ووتر بوتنشال، هنلاقي فيها كل الكومبوننتس المختلفه اللي بتشكل مع بعض الطاقه الكامنه او جهد الميه. زي ما احنا شايفين هنلاقي ان احنا عندنا هنا كومبوننت بتاعت السوليوشن او اللي هي الاوزموس اوزموتيك اللي هي بتاعت الخاصيه الشعريه، هنلاقي عندنا هنا الكومبوننت بتاعت البريجر، هنلاقي الكومبوننت بتاعت الجرافيتيشنال والكومبوننتس المختلفه. لكن الحقيقه طبعا احنا مش بندرس كل الكومبوننتس دي القاعده العامه يعني. انما فعليا احنا المهم عندنا عدد محدود هنبص عليه مع بعض دلوقتي. اول واحده تهمنا اللي اسمها الماتريك او الكابيلاري بوتنشال انرجي، هنا في كلمه انرجي. الفكره هنا ان دوت الطاقه اللي فيها الخاصيه الشعريه اللي هي بتبقى نتيجه الاستراكشر او تركيب الحبيبات بتاعه التربه. التوزيع تركيبه الحبيبات بتاعه التربه هي اللي بتعمل يعني هولز او انابيب ضيقه هنا اهوت كده، بتخلي الميه بترتفع راسيا. بمعنى لو عندنا هنا الميه حتى منسوبها اقل من منسوب جذور النبات، لو الميه حتى هنا منسوبها كده مثلا، بيبقى الميه لو في حاله استراكشر معين للتربه عندها طاقه تطلع لفوق، وطبعا ده عن طريق بذل طاقه عكس الجاذبيه لغايه لما تصل لمنسوب الجذور. عندنا جهاز اسمه التنسيوميتر. التنسيوميتر دوت اهو زي ما احنا شايفين ده آله بتقيس، هي التنسيو هنا من كلمه تنشن اللي هي يعني طاقة السحب أو الشد، اللي هي الطاقة النيجاتيف اللي موجودة جوه التربة، ودي وسيلة لقياس مدى سهولة حصول النبات على المية. ولو بحثنا على النت هنلاقي معلومات تفصيلية كتيرة عن التنسيوميتر ده. الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي، وهنلاقي كل الكومبوننتس المختلفة بتاعت البوتنشال انرجي الرمز بتاعها زي ما احنا شايفين قدامنا الرمز ده. ده بينطق ساي وبتكتب كده اس اي، لكن بينطق ساي. فالجرافيتيشنال بوتنشال انرجي ده مرتبط بالفيرتيكال بوزيشن. معروف طبعا ان كل ما الميه كان ليها الفيجن اعلى بتبقى مكتسبه طاقه اعلى، وبالتالي بيبقى عندها قدره اكبر على الحركه. بمعنى ان الميه اللي موجوده على سطح التربه دي بتبقى طبعا ذات اعلى منسوب، فبالتالي تبقى جواها طاقة كامنة كبيرة تمكنها من الحركة سواء فيرتيكال كده، وممكن كمان تتحرك في اتجاه يعني افقي نتيجة الطاقة اللي موجودة فيها دي. عندنا مصدر اخر للطاقة اسمه سوليوت بوتنشال انرجي، الطاقة الكامنة نتيجة الاملاح او الجهد قدرة المية على الحركة نتيجة وجود املاح فيها. بشكل عام يعني لو حبينا نبسط الموضوع، تعالوا نبص على الشكل اللي قدامنا ده. لو عندنا هنا أنبوبة فيها مية في الناحيتين وفي بينهم غشاء بسيط كده، يعني إيه بيسمح بحركة المية. لو إحنا جينا في ناحية واحدة بس من الاتنين وأضفنا أملاح، حبيبات الملح، حتى لو يعني ملح الطعام، الحبيبات ديت بتعمل إيه؟ بشكل أو بآخر الحبيبات دي اللي هي تعتبر إضافة على المية بتقلل تركيز جزيئات اللي هي ال H2O بتاعت الميه في الناحيه اللي هي فيها، تمام؟ لما ده يقلل المحتوى او التركيز بتاع حبيبات الميه في ناحيه، معنى كده ان الميه في الناحيه اليمين ديت تركيز الجزيئات المائيه اللي فيها بقى اعلى من تركيز جزيئات الميه اللي في الناحيه، الجزيئات الناحيه دي تركيزها اعلى من الناحيه الاخرى نتيجة إن دي مية بيور، بينما دي مية فيها يعني سايز استهلك في وجود حبيبات أخرى غير المية. الوضع ده يؤدي إلى حدوث حركة للمية من الجهد الأعلى اللي هو على الشمال في الحالة ديت ناحية الجهد الأدنى اللي هو على اليمين. ففي الحالة اللي إحنا شايفينها عندنا هنا بايب، رغم إن هي كانت مية يعني مية واحدة، بس مجرد إن اللي على اليمين أكثر ملوحة من اللي على الشمال، وده تغير كيميائي أدى إلى تغير ميكانيكي اللي هو حركة المية من ناحية إلى أخرى.
الوضع ده يخلينا نفكر في اكتر من موضوع. يعني مثلا لو تخيلنا ان مثلا ادي جذر من جذور النبات اهو، احنا في الاخر اللي يهمنا ان الميه اللي موجوده في التربه انها تتمكن من الدخول الى داخل النبات. الحد الفاصل اللي هو الجدار الخارجي للنبات هنا بيقوم بدوره، اللي هو الجزء اللي تخيلناه فاصل ما بين الميه على اليمين ولا على الشمال. طيب ايه اللي يخلي في سهوله لدخول الميه من خارج جذر النبات الى داخله؟ نتذكر اللي احنا قلنا هنا، الميه هنا تتحرك من فين لفين؟ تتحرك من العذب الى المالح. معنى كده الميه هنا كلما كانت عذبه مقارنه بالميه او السوليوشن بتاع الميه اللي موجود جوه جذور النبات، ده يخلي الميه تخش. ليه؟ لان النبات بطبيعته بيتغذى على املاح التربه، بمعنى ان جسم النبات يحتوي على املاح، فلما الميه بتخش اللي هو يعني بيكتسبها بتبقى ميه سوليوشن مالح، ده بيساعد انها تمتص المزيد من الميه من التربه المحيطه بيها، الميه العذبه يعني. على العكس لو في حالات اخرى يقال مثلا مصطلح ان التربه ملحت، في الحاله دي بتبقى نسبه الملوحه هنا في التربه عاليه، بمعنى ان مش ما بقاش في فرق في الملوحه ما بين خارج وداخل الجذر، بما يوقف دخول الميه الى جذور النبات، بيبقى النبات في الحاله دي غير قادر على امتصاص الميه من التربه المحيطه بيه. مصدر اخر من مصادر الطاقه للطاقه للميه اللي هو البريشر بوتنشال انرجي. هذا المصدر اللي هو ببساطه واضح من اسمه نتيجه البريشر الضغط. عندنا يعني البريشر بيكون اما بوزيتيف او نيجاتيف. في حاله البوزيتيف الحاله في البايو على الشمال وجود ضغط من هنا، سواء بقى ضغط جوي او ضغط ميه، يعني في عمود ميه او دبس اوف ميه من ناحيه بيدفع الميه انها تتحرك جوه حبيبات التربه الى لو في مكان اخر مفهوش هذا الضغط اللي جاي من الخارج، والعكس لو الطاقه سكشن لفوق بتعكس حركه اتجاه الميه. دي كانت نهايه جزء من كلامنا النهارده في المحاضره الثالثه، وان شاء الله يعني ارجو انكم تتابعوا بقيه الفيديوهات عشان نكمل مع بعض محتوى الكورس. شكرا لكم والسلام عليكم.